في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا ازاي تعدل المقابلة الشخصية، وقلنا عن الخطوات اللي لو عملتها هتنجح بنسبة كبيرة جدا، لكن في بعض الكلمات اللي لازم تاخد بالك منهم كويس واوعى تتكلم فيهم مطلقا، زي مثلا لما تسأله عن المسمى الوظيفي، وده معناه انك مش جاهز ومعندكش معلومات كافية عن الوظيفة اللي انت متقدم لها، ومتحاولش تقول انك ما اشتغلتش في العمل ده قبل كده، لانك لما هتمارسها بشكل يومي هيكون عندك الخبرة الكافية. كمان ما ينفعش تمدح وتشكر في نفسك كتير، وده اولا علشان ما ترفعش سقف توقعات صاحب العمل ويطلب منك انجاز في وقت قصير، وبالتالي انت هتكون ملزم بالكلام ده. ثانيا، انت ما تعرفش مهارات ومؤهلات الاشخاص اللي مقدمين معاك في نفس الوظيفة واللي ممكن يكونوا افضل منك، فبلاش تحط نفسك في موقف المقارنة. ما تحاولش تبين لصاحب العمل انك معجب بيه وتقول له عبارات فيها مجاملة وتشكر فيه وتقول له اني مبسوط اني قابلتك النهاردة، وده لسبب قوي جدا انه ما يعرفكش، لكن اللي هيعرفه ويتأكد منه انك بتاع مجاملات وبتتكلم اكتر ما بتشتغل، ودي صفة مش هيحبها فيك خالص. كمان اوعى تشتم او تذكر عيوب مديرك السابق في اي شركة اشتغلت فيها قبل كده، وده لانه هيعرف انك ما قدرتش تتكيف مع التحديات والعقبات اللي بتقابلك، وهو كده اتاكد تماما انك هتشتمه وتجيب في سيرته بعد ما تسيب الوظيفه. تعال بقى لما يجي يسالك عن سبب تقديمك للوظيفه عندنا، اوعى تقول له ان ده حجر الاساس في بناء وتطور مهاراتي وخبراتي العمليه، وان ده ممكن يؤهلني لوظيفه اكبر في المستقبل. انت كده مرفوض وش، لان دي اخر حاجه يحب صاحب العمل انه يسمعها منك، هو مش جايبك عشان تطور نفسك عنده وبعد سنتين تمشي. اخر حاجه، رجاءا بلاش الحشو الزياده، يعني بلاش تسال اسئله ملهاش معنى او ملهاش علاقه بالمقابله الشخصيه اصلا، او تضيف من عندك كلمات مجعلصه وتقيله عشان تبين له انك مثقف وواثق من نفسك. زي مثلا لو سالك سؤال وانت قلت له السؤال ده رائع جدا، وخصوصا لو كان السؤال ده عادي ومن اساسيات المقابله الشخصيه، والافضل من ده انك تجاوب على السؤال وباختصار. في النهايه بنقول ده اجتهاد ونصيب وانت بتسعى، والتوفيق من عند ربنا. ولو كان عجبك الفيديو يا ريت شير علشان الكل يستفيد. اشوفكم الحلقه الجايه. سلام عليكم.